الفنية أظن والجماهيرية كان جميل وجميل جدا. كابتن عصام أنقلك للبطولة الإفريقية للأندية، وبداية موفقة جدا للأندية التونسية وفوز خارج الملعب لكلا من النجم الساحلي والترجي. بالأمس سمعتك وأنت تغرد مع فوز الترجي على سانشاين نيجيري بهدفين نظيفين، وقبلها بيوم وفوز النجم الساحلي على لومب الشلفة الجزائري بهدف نظيف، في المقابل هزيمة للزمالك أمام فريق تشيلسي الغاني بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفوز صعب للأهلي على مازيمبي الكونغولي 2-1. كيف ترى فرص الفرق العربية؟ والله أول شيء نبارك للفرق العربية اللي فازت، وهارد لك للزمالك إن شاء الله مع إمكانية التدارك والاستدراك في المباريات القادمة. أعتقد أنه انتصار النادي الأهلي مستحق ومهم جدا في الظروف اللي مر بها النادي الأهلي والأندية المصرية، ما فماش نشاط كروي، ما فماش مباريات حقيقة اللي عملوا النادي الأهلي على فريق قوي مثل مازيمبي بطل أفريقيا مرتين ووصيف في كأس العالم. يظهر لي عمل إنجاز طيب، واللي عجبني في ماتش الأهلي البارح هي الروح بتاع الفريق الأهلي اللي ما استسلمش، لأنه فريق آخر في نتيجة 1-1 أظن كابتن أحمد خلاص المباراة آلت إلى تعادل، لكن عزيمة الملاعبية بتاع النادي الأهلي والروح الانتصارية لعبوا الآخر دقيقة سجلوا هدف تقريب في دقيقة 93 94 هذا مهم جدا، وانتصار مهم جدا للنادي الأهلي باش يحط نفسه في إطار جيد. نذكر العام الماضي الأهلي بدا بداية سيئة ب 3-3 مع الوداد البيضاوي، هذا اللي يأثر على حظوظه الإفريقية. هذا الموسم ما وقعش في نفس الفخ، خاصة الأندية المصرية من سوء حظها أنها تلعب من غير جماهير. مثلا الجمهور في الكرة التونسية كان أنه يكون في الدوري التونسي أوكي يعني بدون حضور جمهور، لكن المسابقات الإفريقية اتفقوا الأندية مع وزارة الداخلية أنه يكون عدد معين 5000 10000 نفر. أظن الكرة التونسية بدأت كده، بدأت بأعداد محددة من الجماهير. صح، هذا خاصة في المسابقات الإفريقية، لأنه ممكن أوكي في المسابقات الوطنية ممكن يصير تعصب جماهير فريقين مختلفين، لكن على المستوى يظهر لي الإفريقي الكرة المصرية تحتاج لجمهورها، وممكن نداء خاصة الآن في الاستقرار والأمن إن شاء الله اللي بتنعم به مصر بعد الانتخابات الرئاسية. أظن أنه الرياضة تعطي صورة طيبة، لأنه أعتقد كابتن أحمد أنه بالنسبة للسائح اللي يجي يزور مصر لما يشوف أن المباريات ما غير حضور جمهور يعني كأنها رسالة مبطنة أنه الأمن مازال مش مستقر صحيح. في هذا البلد وهذا صحيح. غير صحيح، فأتمنى أنه تم مراجعة على الأقل 10000 15000 في ماتشات الأهلي والزمالك القارية. بالنسبة للأهلي انتصار ثمين جدا، الزمالك أعتقد أنه فرط في على الأقل نقطة في استاد تشيلسي بسبب أخطاء دفاعية حقيقة ما تعودناش بها من نادي الزمالك اللي نتمنى له الاستدراك للامر. ويظهر لي الحظ بتاع الانديه التونسيه انه جات الامانه، قلتها انا مباشره في التعليق، جات في مجموعه اسهل كثير من المجموعه بتاع النادي الاهلي والزمالك. نعم. مجموعه حديديه حقيقه، مجموعه الموت فيها مازيمبي وفيها تشيلسي، هذا فريق قوي وقوي جدا. الترجي والنجم يظهر لي بصراحه مع احترامي للشلف او سانشاين في طريق مفتوح الوصول لنصف النهائي، وبالنسبه لهم اعتقد انه المجموعه بالنسبه لهم هي من سيكون اول ومن سيصعد ثاني، وبالتالي الترجي والنجم اظن البطوله تبدا لهم في 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 شهر في شهر 10 مع السيمي فاينل في اعتقاداتي، واتوقع انه صراحه نتمنى اربع فرق عربيه في السيمي فاينل، لكن ممكن المجموعه الثانيه صعيب برشا لانه الفريقين الحقيقه يطلعوا ممكن الاهلي والزمالك لانه باش يلعبوا مع بعض ذهابا وايابا، ممكن هذا في استفاده تشيلسي ومازيمبي، لذلك اعتقد انه النصف النهائي ممكن يامنوا في راي ثلاثه انديه عربيه، ويمكن مازيمبي الاقرب من تشيلسي في رايي، ولو كما قلت محكي فنيا، اما عاطفيا نتمنى انه الزمالك والاهلي عن المجموعه والترجي والنجم في المجموعه الثانيه. كيف ترى لقاء الزمالك والاهلي المقبل؟ ولنا طلب عندك ان تكون في القاهره بصحبه الزميلين علي محمد علي وحاتم بطيشه، وتترك رؤوف خليف للتعليق على النجم الساحلي مع الترجي التونسي. والله هذا شرف لي ان الزمالك علقت عليهم مرتين دائما بنفس المطعم، نعرف قيمه المتابعه لهذا الديربي، نعرف جماهيريه هذا اللقاء اللي ينتظروه العرب من المحيط الى الخليج، واللي معناه اهتمامنا هنا به في تونس يكاد يكون مقابل ومطابق لاهميه مبارياتنا الوطنيه، الترجي افريقي الترجي النجم الكلاسيكو. هذا شرف لي ان شاء الله باش يكون موجود ان شاء الله هذه والزمالك في مباراه الكبيرين. يظهر لي هدف البارح نتاع جدو في الدقيقه 94 يزيد يضغط اكثر على فريق الزمالك، لانه كرويا الزمالك البارح كان احسن نتيجه تساعده هي نتيجه التعادل. صحيح. هدف جدو في الدقيقه 94 يظهر لي يغير برشا اوراق، يخلي الضغط كبير على الفريق الزمالك،
انه الزمالك الان مطالب بالانتصار في هذا الديربي، لانه الماتش الثالث عنده الطلعه او الخروج لمازيمبي في لومبومباتشي، وبالتالي اعتقد انه ما غير تزويق كلام هي الفرصه الاخيره للزمالك لتعديل المسار في الشامبيونز ليج، يا انتصار يا بين ظفرين كما نقول كرويا لا قدر الله انتصار. فنتمنى ان المباراه تليق بالكره المصريه ونتعطي صوره جيده للاهلي والزمالك اللي ممكن سوء الحظ في الفتره الاخيره وتوقف الدوري المصري اثر كثيرا على الفريقين واثر على الكره المصريه اللي خرجت من امم افريقيا مره اخرى. كيف ترى البطوله الافريقيه بدون مصر للمره الثانيه؟ والله هي من الناحيه الجماهيريه تشكل ضربه كبيره، من الناحيه الاعلاميه ماركتينج بالنسبه للقناه تملك الحقوق الحصريه مثل الجزيره ايضا ضربه موجعه، لانه نعرف قيمه معناها المعلن والمستشارين المصريين في مثل هذه الدورات وبطوله الكوره، وبرشا قنوات معناها حقوا عملوا فلوس امانه من الانديه والكره المصريه اللي معناها متابعينها بشكل كبار. ثانيا من الناحيه الفنيه اظن بطوله ستكون حتما افضل من 2012 اللي غابوا فيها سته سبعه كبار، لكن هذه المره مره اخرى سنفتقد الفريق المصري. ولو اعتقد انا كمتعاطف مع المنتخب المصري يعني تروح كاس افريقيا وتمشي مصر كاس العالم، لانه المنتخب المصري كانه سبق لنفسه كابتن انه سبع بطولات يقدر 20 سنه ما يربحش وما يشاركش في كاس افريقيا ويبقى الركور او الرقم القياسي شغال للفراعنه. لكن الاهم الان التركيز على كاس العالم، بيبقى حلم شعب مصري اظن في 2014 في بلاد الكوره البرازيل. كابتن عصام شوارش كرك، شكرا جزيلا.